في موقع تبلغ مساحته 10,000 متر مربع في الجهة الغربية من مدينة اسطنبول، وتحديداً في منطقة بايليكدوزو، المنطقة الراقية التي تواكب أحدث المعايير الأوروبية في التصميم والبناء. تقدم لكم المجموعة الذهبية للاستثمار Golden Group Investments أحد أهم المشاريع السكنية المرموقة على مستوى إسطنبول، وبضمان من الحكومة التركية. يتربع المشروع الذي تم تصميمه بطريقة إبداعية بالقرب من مرسى غرب إسطنبول، مكوناً من 3 أبنية وبارتفاع طابقين فقط لكل منهم، ويضم 152 وحدة سكنية بأنماط متباينة، تبدأ من غرفة وصالون وحتى 3 غرف وصالون، إلى جانب نظام لوفت، وبإطلالات بحرية بانورامية على بحر مرمرة، وبتصاميم داخلية عصرية فاخرة، وبتجهيزات مطبخية متكاملة. يعد المشروع من أبرز المشاريع السكنية التي ستمنح قاطنيها تجربة عيش استثنائية، كون المشروع أشبه بمدينة متكاملة الخدمات، حيث يحتضن بداخله كافة المرافق الخدمية والترفيهية. يحظى المشروع بموقع جغرافي مميز بالقرب من العديد من الأماكن الحيوية في إسطنبول، إذ يبعد 3 دقائق فقط عن الطريق الرئيسي إيبيش، و5 دقائق عن الطريق السريع تم. كما يوجد حول المشروع العديد من مراكز التسوق والمدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم، وأيضاً عدداً من الحدائق التي من أهمها حديقة وادي الحياة. هذا مشروع يقدم لقاطنيه إقامة فارهة ضمن أجواء حيوية وممتعة بمنطقة بايليكدوزو، التي تتسم بطابعها الفاخر ورفاهيتها المغايرة.